إما تخافوا من أمريكا أو تخافوا من رب أمريكا، وإذا ما خفتم من أمريكا فيا خيبة المسعى وستقفون بين يدي الله. والمولى عز وجل قال: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رسالتي إلى وزير العدل، إلى وزير العدل، إما أن تتدخل وتكون تملأ مكانك، وإلا فلتستقل وترفع دباشك وترحل. اسمحوا لي أن أخرج عن القانون وأن أتحدث بهذه النبرة بكل وضوح، إما أن تتدخل وتكون مسؤولا كما يجب أو ترحل. إذا كان مش قل القضاء مستقل وتنظر إلى النيابة العمومية وأنت رئيسها هيكليا وقانونيا، وتنظر إلى ممارساتها وأخطائها، فأنت غير أهل أن تكون في ذلك المنصب. وإلى سيد وزير حقوق الإنسان وهؤلاء أصدقائي، ولكن لا أماري ولا أرى في الحق ولا أخشى في الحق لهم تدار. هؤلاء إما أن يقفوا على مسؤولياتهم، وإما أن يقوموا بواجبهم، أو فليلحروا أو فليغلقوا هذه الوزارة التي كنا نقال أنها وزارة ستوصل الحقوق إلى أصحابها. مشى وفد من لجنة الدفاع يتكون من 4 زملاء محامين، ربي يبارك في جهدهم، توجهوا إلى سجن، جوبه بأن إدارة السجن أعلمتهم أن هؤلاء النفرين أو هذين النفرين يرفضان زيارة المحامين، لكن المحامين أصروا على أن يقابلوهم لأنهم قابلوا بعض الآخرين وأكدوا أن الوضع الصحي لهؤلاء أو لهذين الشخصين هو متردي جدا. لما أصروا على ذلك تمكنوا من مقابلتهم بعد أن حمل هذان المضربان عن الطعام، كل واحد فيهما حمل بين يعني في زاورة تحملوا في لحاف، وجاءوا بطريقة لا يقدران على الوقوف. فلما تحدث معهما قال: كيف نرفض زيارة من يمثل صوتنا في الخارج؟ كيف نرفض زيارة محامين يوصلون صوتنا وجرحنا وألمنا ويوصلون عبراتنا ومصيبتنا؟ فبالتالي إدارة السجن كانت تراوغ. سئل مدير السجن شخصيا: لماذا لا توفرون سيارة إسعاف مجهزة تنقل المساجين إذا ما تعكرت حالتهم الصحية إنهم في حالة إضراب عن الطعام؟ فماذا أجاب؟ أجاب إجابة تعيسة، قال: هذه السيارة التي بين يدينا معطبة منذ مدة وغير مصلحة، ورب عذر أقبح من ذنب. يعني كان بإمكانه أن يتصل بوزارة الصحة، وكان بإمكانه أن يتصل بأجهزة الإسعاف المتنقلة لينقل هؤلاء. ما ألومه الآن من أهمال على هؤلاء الذين تهاونوا والذين نرى أنهم مسؤولون. أرى أن المسؤولية تبتدئ من القضاء، قال: التحقيق الذي أوقف بصفة عشوائية، مرورا بدائرة الاتهام التي كانت حجر عثرة كلما أفرج عن أحد إلا ونقضت وأرجعته إلى السجن، النيابة العمومية التي كانت أيضا حجر عثرة أمام قاضي التحقيق تستأنف كل قرارات إفراجه الصادرة عنه، أيضا إدارة السجن هي مسؤولة عن هذا الإهمال، لأنه كان بإمكانها أن تتدخل قبل الآن. بشير القلي عوض أن ينقل يوم 14 نوفمبر إلى المستشفى تحت العناية، كان من المفروض أن ينقل قبل ذلك، لأن شخصا يضرب من يوم 20 سبتمبر، يعني عنده البارح لما توفي رحمه الله عنده 55 يوم إضراب عن الطعام، كان من المفروض أن يتدخل بعد أسبوعين، بعد 20 يوم، بعد شهر، مش ندخله قبل بعد 54 يوم لأنه أجهزته تعطلت ولم يعد قابلا لأن يحيا، لأنه فات الأوان، تدخل كان متأخرا جدا، العناية الطبية جاءت متأخرة جدا. بختي دخل يوم 13 قبله بيوم، هو أيضا في حالة متعكرة جدا، زرناه قبل أن يتوفى بشير، اتصلنا بمستشفى الشانيكول حيث كان يرقدان، وكان الوضع بعد الاتصال بالطبيب الوضع متاع بشير يقول لي وضع سيء جدا وخطير، وبعد ساعة فعلا من مغادرتنا للمستشفى أعلمني أخوه أن بشير فارق الحياة. محمد بختي توجه شاب ما زال في مقتبل العمر، لم يتجاوز سن 23 أو 24 سنة. هذا الشاب هو أب لطفلة لم تتجاوز 7 أشهر، اعتقل في أحداث ما يسمى بأحداث السفارة الأمريكية على خلفية التظاهر أمام السفارة، ودخل في إضراب جوع منذ يوم 20 سبتمبر الفارط 2012، أي تاريخ مثوله أمام السيد قاضي التحقيق المكلف، وللأسف فقدناه بالأمس بعد أن أدخل العناية المركزة أول أمس يعني يوم 14، وكان إضراب جوع طويل
عانى فيه ما عانى، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة رحمه الله. وعلى أثر هذا الوضع الخطير، وخاصة أن له صديقا معه مضربا عن الطعام، هو الآن بين الحياة والموت أيضا في وضعية حرجة، هو محمد بختي. إن شاء الله ربي يشفيه، إن شاء الله ربي يعيده إلى الحياة، لأنه الحقيقة وضعيته حرجة جدا، والوحيد القادر على إنعاشه وبعثه للحياة من جديد هو المولى عز وجل الذي يحيي العظام وهي رميم. يعني إيقافات عشوائية، وبالجملة بل إن البوليس السياسي التعيس الذي ما زال يباشر في تونس بلافتات أخرى بعد أن غير ثوبه، يعني القوم عمل تقرير إرشادي يذكر فيه أن هناك عناصر سلفية كانت حاضرة بمحيط السفارة، واستعمل هذه العبارات وقال أن عناصر السلفية التي كانت حاضرة بمحيط السفارة، وذكر على الأقل أكثر من 80 اسما، ما ينازى 90 اسما. وللأسف السيد قاضي التحقيق المتعهد أصدر بطاقات جلب في حق كل هؤلاء، والقائمة إذن قابلة لأن ترتفع. مش 73 بركة اللي توقفوا، مش 24 اللي في التحقيق الآخر، يعني 97 في الإيقافات الأولى. الإيقافات شملت وستشمل آخرين. الوضع في تصعيد يعني غير مبرر، يبدو أن إرباكا حصل لقضائنا للأسف الذي خلنا أنه تحرر من التعليمات وتحرر من الضغوط، لكن يبدو أن حليمة عادت ولم تتخلى عن عادتها القديمة، ولم يتخلى قضاؤنا للأسف عن الضغوط وعن طريقة العمل البالية وطريقة التعليمات. يعني نلقاه إلى حد الآن أن بشير هذا الذي توفي رحمه الله، بشير القلي، أفرج عليه قاضي تحقيق يوم 8 نوفمبر وهو في حالة صحية سيئة جدا. وقت اللي أفرج عليه السيد قاضي التحقيق يوم 8 نوفمبر، استأنف وكيل الجمهورية أو مساعد وكيل الجمهورية بهذه المحكمة ضده وضد 3 آخرين، لأنه قاضي التحقيق أفرج عنه 12، فاستأنف ضده وضد 3 آخرين. دائرة الاتهام جلست أول أمس ونظرت هذه الدائرة التي نظرت من قبل في رفع التحجير عن عبد السلام الجراد في عشية ذات اليوم الذي أصدر فيه السيد قاضي التحقيق قرارا بتحجير السفر. هذه الدائرة للأسف فاجأتنا بأنها تنقض القرار القاضي بالإفراج عن مناوبنا بشير وتبقيه وتقرر أن تعيده إلى السجن، لكن المولى عز وجل قدر، فقرار البشر قرار لا ينفذ إلا متى شاء به المولى عز وجل، ولكن قرار الله هو النافذ. فلما قرروا أن يعيدوه إلى السجن لم يعد إلى السجن، بل عاد والتحق بالرفيق الأعلى، لأنه كان قرار إلهي قد اتخذ بأن هذا الشخص لن يعود إلى السجن ولن يقضي يوما آخر في السجن. أنا اللي لاحظ أيضا أن محمد بختي الذي أفرج عنه يوم 7 واللي دائرة الاتهام أيضا أبقت على الإفراج عنه، للأسف هذا يعني سلم كأنه سلم لملك الموت، لأنه في وضعية حرجة جدا ويعاني من نزيف داخلي بالرأس، وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة. نرجو الله أن تتدخل العناية الإلهية وأن يشفيه، فهو وحده قادر على أن يحيي ويميت كما يشاء. الحقيقة تقولون وسؤال يتبادر، لماذا، أين كانت السلطة المشرفة بداية من السجن وصولا مرورا بقاضي التحقيق والنيابة العمومية وصولا إلى سلطة الإشراف من وزير العدل المشرف على السجون ووزير حقوق الإنسان الذي من المفروض أن يعتني بحقوق كل الناس وخاصة المواطنين التونسيين الذين يعانون من الظلم. للأسف هؤلاء جميعا كانوا على علم بتطورات الوضع الصحي والتدهور الذي كان عليه هؤلاء المضربين عن الطعام، وخاصة كل من بشير القلي ومحمد بختي. لنا شكايات موثقة قدمناها إلى هاتين الجهتين، وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان. لنا مطالب قدمت حتى إلى المجلس التأسيسي من عائلة البشير القلي ليتدخلوا وينصفوا وينقذوا حياته، لكن لا من مغيب. رأينا في حالات أخرى أن الدنيا قامت ولم تقعد على شخص لوي ذراعه يوم 9 أبريل، وقامت الدنيا ولم تقعد على أناس دفعوا من بعض البوليس أو أهينوا في مخافر الأمن. نحن ضد كل إهانة لكل تونسي،
ولكن ما ثماش واحد فرض واحد سنة، وأمام معاملة يعني فعلا تكون متوازنة لا فيها ضغط ولا تهيج. رأينا أن هناك إعلاما للأسف، وسامحوني كمش يكون قاسي على الإعلام، يهيج ويشحن ويجب ويندد بأناس يلصق بهم التهمة. هذا التيار السلفي الذي ألصقت به عديد الافتراءات، بدءا كان تذكروا بعد الثورة بشهر ولا بشهرين مات قس في منوبة، قيل أن من قتله إرهابيون، ولكن تبين أنه لا علاقة لإسلاميين ولا علاقة لأي منتمين لأي طيار به، وأن الحادثة كانت علاقة شذوذ بينه وبين شخص آخر لا علاقة لها بأي طيار. بعد ذلك كل حدث يحصل في البلاد، حتى انقلاب سيارة في حادث مرور يسند إلى السلفيين، أن السلفيون فعلوا، أن السلفيين قد يريدون أن يذهبوا بالبلاد إلى وجهة غير معلومة. للأسف هذا الشحن كله أدى إلى أن هؤلاء حشروا في الزاوية وألصقت بهم التهم قبل أن يحقق معهم وقبل أن يثبت ضدهم الإدانات، وحكموا قبل أن يقول القضاء كلمته فيهم. هؤلاء اليوم يعانون من هذا الوضع، لأنه نعطيكم مثال آخر، أنه في أحداث العبدلية للناس موقوفة أكثر من 5 أشهر، القضاء متاعنا يتجه إلى التصعيد، والحال أن قاضي التحقيق ذهب إلى تجنيح التهم في بعض القضايا، إلا أن دائرة الاتهام بعد أن استأنفت النيابة نقضت ذلك القرار القاضي بحالتهم على المجلس الجناحي، وقضت باعتباره من قبيل الجنايات، واعتبرت أن هؤلاء كونوا عصابة مجرمين بقصد الاستيلاء على أو الاعتداء على الممتلكات وعلى الناس. يعني من خرج يجب الاعتداء على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خرج يجب الاعتداء على الذات الإلهية، ومن خرج يجب المساس بالدين الإسلامي اعتبر مجرما بل مكونا لعصابة. آن الأوان أن يعود العدل، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: آسي بين الناس في وجهك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. للأسف نرى أن هناك شقا في تونس بدأ ييأس من العدل، حتى لسان الدفاع، هذه اللجنة لجنة الدفاع عن القضايا العادلة للأسف بدأت تفقد الأمل. هناك شقا الآن، وكنت أتحدث مع أعضاء لجنة الدفاع، يتوجه إلى مقاطعة القضاء إذا لم يتحرك جديا لمحاسبة المسؤولين عن وفاة الشاب بشير القلي. هناك من يدعو اليوم إلى انسحاب جماعي من النيابات، ما دام دورنا لم يعد فاعلا، ما دام صوتنا لا يسمع، ما دام صوتنا لا يصل، وما دام الحق لا يعطى لأصحابه. لكن ما زال خيط رفيع يفصلنا عن قرار النهائي بالانسحاب النهائي من النيابات في هذه القضايا، وربما ننزل إلى الشارع وننزل إلى أساليب أخرى كحقوقيين للدفاع عن الناس إذا ما فقدنا الأمل. آخر أمل بقي في القضاء لأن يتحرك فيه المنصفون، لأن لم نعدم في تونس منصفين ونزهاء داخل القضاء، لأن التعميم هو ظلم لكل الناس في كل قطاع، هناك مصلحون وهناك مفسدون في كل قطاع، ولذلك طلبنا بالتطهير في قطاع المحاماة وفي قطاع القضاء وفي كل قطاعات الدولة، لكن يبدو أن سلطة الإشراف لم تأخذ هذه الجرأة لتتحرك كما يجب ليتم يعني تطهير هذه القطاعات، وأهمها وعلى رأسها قطاع القضاء، لأن في الأرض لا يلتجئ الشخص بعد الله إلا للقضاء ليأخذ حقه، وإذا ما يأس الشخص من أن يأخذ حقه فهي خيبة المسعى ولا يلام بعد ذلك عما يفعل، لأنه يقول أنا طرقت كل الأبواب فلم أسمع ولم يؤخذ بحقي. أنا أقول أنه المؤسف، نعطيكم معلومة خطيرة جدا، لجنة الدفاع تحركت يوم 2 نوفمبر بعد أن سمعنا بأن هناك تعكرات صارت خاصة لكل من بشير القلي محمد البختي. بشير القلي رحمه الله والبختي فرج الله عنه وشفاه، الكيان الصهيوني المجرم، الكيان الصهيوني الغاصب، عندما يضرب عن الطعام من هم محكومون بمؤبدات يفاوضهم، بل وأفرج منذ أشهر عن عدد منهم. هؤلاء لم يقترفوا جرما سوى أنهم كانوا هناك. بشير القلي محمد بختي، سأفشي سرا من أسرار التحقيق وليسجنوني، لم يذكروا أو لم يذكروا إلا عن تقرير من شخص من الأمن ذكر في تقرير إرشادي: لقد رأيت من بين الحضور محمد بختي وبشير القلي. هذا ما جلبهم إلى الإيقاف، يعني لم يوقف هذان الشخصان من أجل أي فعل مادي، لا من أجل صور فيديو، لا من أجل كاميرات المراقبة، أوقفوا بتقرير إرشادي. ومحمد بختي الذي أذكر وإن شاء الله ربي يفرج عليه، هو يعاني من إعاقة صحية بصرية، هو شبه ضرير،
والآن يرقد بين الحياة أو الموت. البارح لم أتمالك نفسي، لم أستطع أن أدخل إلى الغرفة التي يرقد فيها. طلب مني الطبيب إن أردت أن ألبس لباس الخاص وأدخل، ولكني نظرت من الباب لأني رأيت والدته تقلب ويديه وتناديه محمد محمد، لكنه لا يجيب. أنا نكتفي بذلك، نقول لكم الرسالة الواضحة، وما وقع هو أبلغ رسالة. إما أن يتدخل القضاء، وإلا فإن لنا قضاء أن خيارات أخرى. سننسحب من هذا القضاء الوطني بين ظفرين ونذهب إلى قضاء دولي، أو سنحتكم يوما ما كما قال الشاعر في قصيدة رائعة، قال في بيته الأخير: وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان. شكرا. مستشار وزير العدل كتب اليوم على الفيسبوك يقول انه وزارة العدل طلبت من المرحوم الجندي انه يوقف الضرب عن الجوع، هو رفض. قال زاد انه عائلته طلبت الشهادة ولكن هو رفض. هل الشهادة صحيح؟ ثانيا، السبب الاساسي لمحمد بكري والمرحوم الجندي دخلوا فيه في اطار الجوع من اجل فيه؟ شكرا على هذا السؤال. الحقيقة من المضحكات المبكيات أن نجد مثل هذا التعليق، رب عذر أقبح من ذنب. يعني تعلمون أن الشخص، احنا في ساعات يبدأ صائم في يوم صيام، يفقد من مداركه العقلية الكثير. وقت يضرب جوع، إضراب جوع ثلاثة أيام، يمكن ياسر معاش يولي عنده رياكسيون تاع مخه، ولا ينجم يفهمك مليح. هذا إضراب جوع بعد 50 أو 54 يوم. أي كلام تتحدثون عن إقناع؟ احنا لجنة الدفاع لما توجهت منذ أسبوعين حاولت أن تقنعهم وحاولت أن تثنيهم، ولكن تعرفوا أنه درجة العقل لما ينقص منه السكريات وتنقص منه الأملاح المعدنية والبدن يبدأ في حالة جوع مطبق، أراه ما عادش نجم يجاوب وملكة العقل تنحدر. فلم يكن من خيار إلا أن يوضع تحت العناية المركزة، لا أن يستشار. نحن كي نلقى واحد باش ينتحر تدخل الناس الكل باش تمشي تشده. هذا شخص بلغ من الوضع الصحي والوضع العقلي أنه لا يستجيب للحالة التي كان فيها، وصل إلى شخص درجة لا يقدر فيها. هب أن شخصا قاصرا كان يريد أن ينتحر، هل تقول والله شخص ثلاثة سنين عمره راح أولنا نقنعوه ما حبش يأكل؟ هذا أمر يضحك، وهذا طريقة للتفصي من المسؤولية. لن أرد عليها بأكثر من هذا. ما قيل عن الأسباب الحقيقية للإضراب؟ سمعنا أن هناك من قال أن هؤلاء يضربون عن الطعام مطالبة بأن يوضعوا في العزلة أو احتجاجا على وضعهم في السجن، ولأنهم يرفضون الإقامة بين عموم المساجين، مساجين الحق العام. هذا صحيح كان في البداية، وأنا شخصيا زرت البختي في بدايته، إن شاء الله ربي يفرج عليه، زرته في البداية، وزرت حتى بشير الجلي قبل أن يحضر إلى الاستنطاق تقريبا يوم 24 أو 25، عندما لأنهم حضروا أمام الاستنطاق تقريبا يوم 25 سبتمبر. ولكن محمد البختي وبشير قولي صحيح قالوا أن البداية كانت من أجل ذلك ومن أجل الوضع في السجون المزري، لأنهم خلطوهم مع مساجين حق عام، تعرفوا أن هذو ما عندهم التزام ديني، وأنهم كي تحطهم على ناس يصبون الجلالة صباح مساء، وتحطهم على ناس يدخنون سجائر محشوة أحيانا بمادة القنب الهندي. يعني هذه على مسؤوليتي نقولها، ولسان الدفاع الذي زار يوم الجمعة 2 نوفمبر وقف على هذه الحقيقة، وذكر له من الموقوفين من هذين ومن غيرهما الذين كانوا أكثر معنا وعيا وكانوا في حالة صحية أفضل، قالوا أن المخدرات عادت إلى السجون وتستهلك على مرأة ومسمع المساجين. وصلتنا معلومات غير مؤكدة، وصلتنا أخر معلومات غير مؤكدة، سنتأكد منها إن شاء الله في الإبان يوم الاثنين عندما يزور وفد من المحامين السجن. ولكن وصلت أنباء أن هناك قرارا جماعيا من الموقوفين جميعا في جميع القضايا، أحداث العبدلية وأحداث السفارة، لدخول في إضراب جوع مفتوح بعد أن سمعوا بصديقهم الذي توفي رحمه الله بشير الجل. ونحن نرجو أن لا يهلك غيره، لا مساجين هذوما سياسيين اللي موجودين في الأحداث الموقوفين هذوما. سمعنا أنهم دخلوا في ضرب جوع جماعي. تفضل. عايشة ساكن التونسي، أنتم ذكرتم أن هناك ما ينهز عن 90 موقوف في الأحداث، معناها في مخصوص العبدلية. سفارة فقط. سفارة أوقف منذ البداية 97.
ثم العدد في ارتفاع رغم الافراجات لانه قاعدين نسدوا في الفراغ، ثم بطاقات جلب اخرى، ثم قضايا اخرى العبدليه اكثر من 120 شخص موقوفين على احداث العبدليه، في قضايا نسمه الان ما زال ثم شكون موقوف، في قضيه العبدليه في قضيه بير علي بن خليفه ثم 14 شخص، في قضايا اخرى شبيهه في قضيه سوريا مثلا الشباب اللي حاب يمشي سوريا ثم 30 محال فيهم ناس موتى في سوريا ان شاء الله ربي يرحمهم، وفيهم ناس موقوفين لدى السجون السوريه ولكن قضاءنا قد احالهم، هناك شباب موجود في تونس. هل هنالك اجراءات معنا الافراج عن الموقوفين هذوما الكل في الاحداث تفاديا باش شوف احنا نقولوا انا اللي كنت واضح في رسالتي، لابد ان يتحمل كل مسؤول مسؤوليته، القضاء يتحمل مسؤوليته وينفض عنه الغبار التعليمات والرذوخ والخوف الاطناب، راه كي تخاف اليوم من عرفك غدوه وما تخافش من ربي، راه وقت اللي تتمد بين يدي الله ستسال عما خططه بيمينك، لان كل قرار تخطه اليوم بيمينك او شمالك حسب ما كنت تكتب باليمين او بالشمال سيخطه بعدك احد الملكين، اما ملك اليمين اللي يكتب الحسنات او ملك الشمال اللي يكتب السيئات، فان كتب بعدك ملك الشمال فيا خيبه المسعى ويا خيبه ما كتبت وستتحمل مسؤوليتك بين يدي الله. كانوا ينقلون بسيارات، السيارات مش سيارات اسعاف، كانوا ينقلون بسياره نقل المساجين العاديه، تتفرش لهم زاوره ولا جرايه وينقلوهم. الان ذكرتني في مساله، الان كانوا ينقلون وكانوا ينقلون من مكان الى مكان لشكون؟ مره هزهم لوزاره العدل قابلهم مدير ديوان. ومره هزهم للوكيل العام في محكمه السلام قابلهم مدير هبط لهم للامبيلونس. ومره مشى قابلهم القاضي التحقيق المتعهد بالقضيه. ومره قابلهم ما نعرفش واحد مساعد وكيل جمهوريه، ومره مشى لهم واحد من وزاره حقوق الانسان. يا اخي انت تمشي الناس الان اضربوا عن الطعام لمده تجاوزت الحد المعقول اللي يبرك جمال مش يبرك عباد. كيفاش تمشي تناقش معاه تقول ارفع الاضراب وهو في حاله يشرف على الهلاك؟ الان كان من المفروض العنايه اللي دخلتهم لها منذ يومين كان من المفروض ان يدخلوها منذ مده. ثم حاجه اخرى بالله يا ذي لفت نظر ما يسالش اليوم خلينا نكونوا صريحين. يا اخي وزارة الصحة تعتبر انه مستشفى شانيكول مستشفى للادميين؟ احنا البارح موجودين في الواحد في المكان هذاك، والله سامحوني وعفى الله الجميع، والله اصطبر، والله شبيبي اصطبر. يعني الارجونس نتاع شانيكول هذا نتاع القسم الاستعجالي شبه اصطبر. حالة غير ما تنجمش تشوف الحالة للبناية وتشوف الحالة نتاع النظافة تقول هذا مكان يموت فيه الناس ويدفن، هو أقرب إلى تهيئة إلى المقبرة لا إلى إنقاذ الناس. يعني علاش ما تهزوش لعناية أخرى؟ يا أخي ولادنا مش غاليين علينا؟ بالله عليكم سأسألكم سؤالا وأعرف الإجابة ولا أنتظر منكم. لو كان أجنبيا قد أضرب عن الطعام في سجوننا وكان قاتل 100 روح، زعما نعملوه بهذه الطريقة نخلوه يهلك؟ هل أصبح عندنا الأمريكي والفرنسي والألماني أغلى من دم التونسي؟ سيد وزير الخارجية لما سئل عن أحداث السفارة قال الحمد لله لم يكن هناك ضحايا. تدخل السيد المذيع في أحد القنوات الخاصة وقال له لا هناك ضحايا من التونسيين، قال له لا كنت أتحدث عن الضحايا من الأمريكان. يعني أصبح الأمريكي أغلى دم من التونسي عند وزيره؟ أنا أقول اليوم إذا كان مسيرش تحرك جد، وإذا كان التكاري بشير التكاري وزير العدل السابق في عهد بن علي، وإذا كان عبد الرحيم الزوين يفرج عليهم لأسباب صحية ونلقاه ناس تضرب في الطعام وتهلك لأسباب صحية فيا خيبة المسعى. ولا تصدقوا يا توانسة أنكم عملتوا ثورة، لم تقم ثورة في هذه البلاد، لم يقم أي شيء ولم يتغير أي شيء. أنا نقولكم أنه الأمر ما زال يحتاج إلى رجال يتحركوا تحركا جديا ويقوموا بواجبهم، والا فلا تلوموا الشعب التونسي بعد ذلك عما يفعل، لانه مهيئ ليقوم بثورات وثورات لينتزع يعني امور. انا اقول اني اتصلت بالطبيب المشرف على شيف سيرفيس المشرف على حيث يرقد بختي، ووضعيت بختي يقول لي انها سيئه جدا وانه يعاني من نزيف داخلي في الراس وانه في مخه ان شاء الله ربي يشفيه، وانه الان موجود سوماشين معناه موجود بالالات يتنفس، وانا لاحظت البارح ذلك لا يتجاوب مع امه، وهناك تسريبات عن وفاته ولكن الى حد الان لم يؤكد ذلك جهات رسميه ولم يؤكد المشرفون على ذلك. السيد وزير العدل نقول له انت مسؤول عن السجون،
أنت مسؤول عن السجون التي أصبحت تحت إشراف وزارة العدل، وبالتالي صحة الناس لا تتركوها بين أيادي أعوان ومديرين كانوا يشغلون في عهد بن علي وكانوا يستهينون بالناس. اليوم وقت يتحدثوا مع مدير السجن يتحدث ببرود غير عادي، وحتى أحد الزملاء نقل لي اللكنة التي كانت يتحدث بها، قال لي كيف لهذا أن يكون مسؤولا عن سجن المرقية؟ هذا الرجل كان يتحدث وكأنه يتحدث عن عن حالة شات في حالة موت أو عن شخص آخر. يقول لي والله ذيك الإمكانيات وحاولنا نقنعهم بشي رفع الإضراب. الناس قلت لكم وقت يوصلوا إلى حالة معينة لا نقنعهم برفع الإضراب عن الطعام، بل ننقذ حياتهم، بل نسعفهم، بل نضعهم تحت العناية المركزة. أنا أقول أن هؤلاء قد قتلوا بالتهاون. أنا أطالب بلجنة تحقيق وطنية مستقلة عن القضاء، لأن أعظم أو مغلب أغلب لجان لجنة أعضاء لجنة الدفاع أصبحوا لا يثقون في القضاء ويقولون أن قضاءنا للأسف مع حفظ مكانة الشرفاء فيه لم يعد فيه ثقة ولم يعد قادرا على أن ينصف هؤلاء. هناك مطالبة جدية بلجنة تحقيق وطنية تتم بالتنسيق مع لجنة الدفاع والمحامين الشرفاء الذين يريدون أن ينضموا إليها للتحقيق فعلا، ليس فقط في وفاة بشير القلي أو فيما سيحصل لقدر الله لبختي أو وضعيتي الصحية الآن، ولكن في كل الانتهاكات، في الناس اللي ماتوا برصاص في دوار هيشة، بالناس اللي ماتوا برصاص بحذا السفارة، بالناس اللي انتهكت أعراضهم، بالناس اللي عذبوا في قضية بير علي بن خليفة ذات شتاء فيفري 2012. أنا أقول أن هناك عمليات نعتقد أنها أصبحت ممنهجة ضد طيار معين بإملاءات معينة وبضغوط خارجية، أصبحنا نحس أننا نقدم أبناءنا كقرابين للآلهة أمريكا، والله أعظم وأقوى وهو الجبار وهو القهار وأقوى من أمريكا ومن هؤلاء الذين يخشون أمريكا. تفضل. أستاذ، أسباب الوفاة حسب تقرير الطب الشرعي؟ التقرير لم يخرج إلى حد الآن، ننتظر أن يخرج تقرير الطب الشرعي، ولكن سأعلمكم أن التشريح لم يحصل بطلب من العائلة، وللأمانة نستغرب الإصرار على إجراء التشريح في وضعية هي معلومة، وليرجعوا إلى سجلاتهم وليرجعوا إلى برقيات الإعلام التي وجهت إلى القضاء ووجهت إلى النيابة العمومية. السيد وكيل الجمهورية اللي مش بعيد علينا برشا 20 متر تقريبا ينجم يراجع الفاكسوات اللي كانت توصله والإعلامات اللي توصله كل عام والإعلامات اللي توصل لوزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان اللي تعلم بتطورات، لأنه إدارة السجن لم تسعى إلى إنقاذ هؤلاء بل كانت تسعى لإخلاء مسؤوليتها فقط، كانت تعلم تقريب بصفة يومية عن تطور الحالة الصحية لكل من محمد بختي وبشير القلي لتخلي مسؤوليتها. ثم أودع أخيرا في المستشفى مستشفى شانيكون بعد أن فات الأوان، بعد أن أصبح في حالة احتضار، هلك منهم إن شاء الله ربي يرحمه ويتقبله عنده ويغفر له ويسامحه بشير إن شاء الله ربي يرحمه، وننتظر إن شاء الله ربي يفرج على محمد بختي. شكون آخر عنده سؤال؟ دكتور الغربي، جريد حقائق، تحملتم وزير العدل مسؤولية وفاة المرحوم بشير الكردي، في نفس الوقت شككتم في نزاهة القضاء، هل يعني ذلك أن هيئة الدفاع مش تقدم قضية ضد وزير العدل؟ لا، أنا رسالتي كانت واضحة للأمانة، لم أحمل وزير العدل وحده المسؤولية، مش نبدأ واضحين، أنا أحمل جميع المتدخلين. تحبوا نبدأ من فوق نبدأ بوزير العدل، تحبوا نبدأ من فوق نبدأ من وزير حقوق الإنسان، حبوا نبدأ من فوق نبدأ بوزير الصحة، حبوا نبدأ من فوق نبدأ برئيس الحكومة، حبوا نبدأ بالأول من فوق نبدأ بالمجلس التأسيس، حبوا نبدأ من فوق نبدأ برئيس الجمهورية المؤقت، حبوا نحكيه على لوطة نبدأ بالأعوان السجون، نبدأ بمدير السجن، نبدأ بالإدارة العامة للسجون، نبدأ بالبوليس، نبدأ بقضاة التحقيق، نبدأ بالنيابة العمومية، نبدأ بالناس اللي قدموا تقرير إرشادي، الناس اللي كانت تأكيد للناس في التقرير الإرشادي. نعطيكم معلومة وعلى مسؤوليتي ومسؤولية أعضاء لجنة الدفاع، في التقرير الإرشادي اللي مذكور فيه أشخاص قالوا العناصر السلفية التي كانت حاضرة قرب السفارة، لنا شخص كان موجود خارج تراب الجمهورية وجواز سفره يشهد بذلك، ذكر من بين الأسماء التي كانت حاضرة يوم 14 سبتمبر، وهذا تزوير مبين، أي أن البوليس السياسي ما زال يخدم بطريقة تقليدية أنه يجبد من الأرشيف ويورط. هناك إرادة بينة لتوريد جهة معينة بعينها، رغم أن الذين ذهبوا إلى سفارة للاحتجاج كانوا من جميع أطياف الشعب، فيهم المصلي،
والذي يشرب الخمر، وفيهم من يحسب على التيار السلفي، ومن يحسب على النهضة، ومن يحسب على التكتل، ومن يحسب على باقي الأحزاب، وفيهم من لن ينتمي إلا لدين الإسلامي ويستنكر الهجمة على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أريد أن يحشر تيار بعينه، وأن يحاسب ويستأصل تيار بعينه.